استقبلت مدينة وادي حلفا صباح اليوم قطار حلفا بعد توقف دام لسنوات. وأكدت وزارة النقل الاتحادية أهمية وصول القطار لوادي حلفا في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، خاصة بعد إقامة المعابر البرية مع مصر وتهيئة المنطقة لإحداث التطور المنشود. وحضر حفل تدشين إعادة تشغيل قطار وادي حلفا وزير النقل ومدير الجمارك ورجل الأعمال أسامة داود.